السلام عليكم وصباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. مباشرة من مدينة تمارا، تمارا مدينة الضباب، ضباب كتيف، صباح اليوم الخميس. كل الحيطة والحذر هنا في الطريق من أجل سلامة الجميع. صباحكم مبروك، الله يوفقكم يا ربي. واحد اللقطه اللي صراحه كتاثر فيا بزاف، كنشوفها تقريبا يوميا، وهي قدام هذه المدرسه ديال المغرب العربي، وحاله حال مجموعه من المؤسسات. شوفوا معايا الاخوان، الوليدات دخلوا والامهات ما ارتاحش لهم البال هنا في اليسر حتى يشوفوا وليداتهم دخلوا الاقسام ديالهم، يتاكدوا من وليداتهم واش دخلوا الاقسام ديالهم. الله يسمح لنا من الوالدين، الله يسمح لنا من الوالدين، هادشي اللي غادي نقولو. فكما كتشوفوا هذه الاجواء، صباح يوم الخميس، ضباب كثيف بمدينه تمارا. ردوا البال الناس اللي شادين طريق السيار، يردوا البال، الله يجازيكم بخير من اجل السلامه ديالكم وسلامه الغير. جنبات زنقة عبد الرحمن حجي، مجموعة من النقاط دازت فيها عملية الهدم هنايا من أجل تبليط الأحياء باش نشوفهم في حلة جديدة إن شاء الله، في إطار عملية تحرير الملك العمومي. يسمح لنا من الوالدين، كنشوف بعض المشاهد غد الصباح هذا، سبحان الله سبحان الله، الله يسمح لنا من الوالدين. شوفوا الأشغال متواصلة في هذه النقطة كذلك. صباحك مبروك خويا عبد الله، يكبر بيك، وتحية لجميع الإخوة اللي حاضرين معنا في هذا اللايف هذا، كنقولوا لهم صباحكم مبروك، والله يسخر لكم الأمور يا ربي، الله يسخر الأمور للجميع. شارع محمد الخامس، ومن هنا نقول لكم ان شاء الله وفي راسكم، والسلام عليكم.